السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا جماعة. هوريكم حاجة يمكن ناس كتير اتكلمت عنها على اليوتيوب، مع إن حلها بسيط جدا، وهي السخان بتاعي لما بفتح المية الباردة زي كده بيشتغل معايا لحظيا ويفصل تاني، وممكن يفتح النار كمان ويفصل تاني زي ما شفتوا كده بالظبط. يعني السخان لما بشغل المية الباردة، لما بيشتغل الموتور بتاع المية عموما، السخان بيدي تكات ويفصل كأنه هيشتغل. دي بتكون مشكلة إيه بالظبط؟ هقول لحضراتكم دي بتكون مشكلة إيه بالظبط. هو في البداية احنا لما بنكون جايبين السخان وما عندناش موتور، بنكون مقللين البكرة دي عشان تعمل ضغط مية جوه والسخان يشتغل على اقل ضغط مية. لكن لما بنرجع نركب السخان الموضوع ده ما بيكونش مناسب، وبالتالي اللي بيحصل معايا زي ما بتشوفوا كده، السخان بيفصل ويشتغل مع المية الباردة. اي نعم بيفصل ويشتغل لحظيا، لكن الفصل والتشغيل ده بيخوف ناس كتير. في بعض الفنانين هنا على اليوتيوب او على في الفيديوهات نصحوا ان احنا نركب 6 بلف هنا على مدخل الميه، وده ما بيحلش المشكله. مش بس ما بيحلش المشكله، ده تكلفه على الفاضي، يعني هنتكلف فلوس على الفاضي. والحل اصلا موجود هنا، لو انا رفعت البكره بتاع دخول الميه شوي عشان تتناسب مع الضغط بتاع السخان وشغلت وقفلت، هتلاقي المشكله اتحلت خالص. ايه المشكله اتحلت؟ يبقى الحل ان انا ارفع بكره الميه شوي، هتلاقي المشكله اتحلت وما بقتش موجوده. لكن هيشتغل معايا السخان عادي جدا لما هفتح السخن، لان ضغط الميه عندي كويس، فانا مش محتاج اقلل البكره بتاع دخول الميه. دي كانت حاجه حبينا نتكلم عنها بسرعه كده، اللي هي ان انا لو عليت البكره بتاع الميه حتى لو ضغط الميه شديد مش هيعمل معايا المشكله اللي كنا على طول بنعاني منها، اللي هي لما افتح الميه البارده السخان يفصل يشتغل ويفصل. شكرا لكم يا جماعه.